آخر سؤال، نويت شراء بيت عن طريق البنوك الإسلامية في أمريكا مثل UIF. سمعت في فيديو تقول أن هذه البنوك بها بعض الشبهات. المقصود بكلمة شبهات، الحرام أم مكروه؟ وما هي هذه الشبهات حتى أتفاداها إن وجدت طريقا آخر لشراء البيت؟ هذا حديث يطول يا ولدي. لقد ذكرنا أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا نظر في عقود شركات التمويل واستمع إلى ممثليها وانتهى إلى قرار مدروس منشور على موقع المجمع في جواز التأمين مع بعض هذه الشركات عند الحاجة، من بينها UIF، Guidance، Devon Bank، أمين هاوسينج، وأخيرا لا ربا. فهذا يا بني منشور على موقع المجمع. الشبهات الموجودة لا ترقى إلى مستوى تحريم العقد، هي مظالم تلحقها بك هذه الشركات. التأمين والصيانة بيحسبوها عليك وحدك، الضرائب والتأمين والصيانة يحسبونها على الطرف الضعيف اللي هو أنت، اللي أنت نصيبك في البيت لسه 10% أو 20%، وهم أصحاب 80% أو 90% ما بيتحملوش حاجة. هذا تلك إذن قسمة ضيزة، فهي مظالم توقعها عليك، أنت حملتها لعموم البلوى، أرجو أن تكون لك رخصة. وهم يعتذرون أن عندنا لنا أسبابنا ولنا مبرراتنا وكذا وكذا. على كل حال لا ترقى إلى مستوى لا إبطال العقد ولا إلى تحريم التعامل به. بارك الله.